يوم أمس كان هناك إعلان عن مجموعة من الإجراءات، ومن هذه الإجراءات كان موازنة 2021. نتعرف على هذه الموازنة أكثر والزيادات والعلوات. رح يكون معنا عطوفة الدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية. صباح الخير دكتور. صباح الخير، يعطيك العافية. يا هلا بك دكتور. تحدثنا عن الزيادات والعلوات اللي موجودة بموازنة 2021 اللي أعلنها الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء. في البداية بنصبح عليك وعلى السادة المستمعين والمشاهدين، وبحب أحكي أنه حقيقة صدر بالأمس عن دورة الرئيس بلاغ رقم 15 سنة 2020، اللي هو يعني يضع الهيكل العام ل قانون الموازنة العامة وتفصيلاته الأساسية وما يتوجب على الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الوحدات الحكومية أن تتبعه لغايات تجهيز قانون الموازنة العامة اللي سيعرض أمام مجلس النواب ومجلس طبعا الأعيان قريبا ضمن الاستحقاقات الدستورية، وأيضا جذب تشكيلات الوظائف الحكومية اللي بصدر بموجب هذا القانون. حقيقة أعلن دولة الرئيس بالأمس عن إعادة صرف العلاوات الفنية التي كان مجلس الوزراء قد قررها مطلع العام، واللي تم إيقافها ضمن جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا. نعم. وتوجيه الموارد البشرية والمالية بشكل أساسي لمواجهة هذا الوباء. نعم. وحتى في إذا نطلع إحنا في البند من البلاغ 15 نجد أنه هو يشير بوضوح إلى إنفاق كل ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، وبالتالي يعني حسب توجيهات جلالة الملك أن إعطاء الأولوية الأولى حقيقة لاحتواء هذا. نعم. الفيروس اللي إحنا بإذنه تعالى جميعا كأردنيين، كما أشار جلالته وأكد عليه دولة الرئيس بالأمس، أن نتعاون مع الحكومة مع وزارة الصحة. نعم. التزامنا بمتطلبات الوقاية الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم وغسل اليدين، هيك احنا فعلا بنساعد. نعم. وزارة الصحة بخفف الأعباء عليها. يعني هناك يعني هناك الزيادات ستكون على راتب شهر واحد للزيادات والعلوات التي توقفت بسبب جائحة كورونا. هو يعني أشار دولة الرئيس في البند 5 حقيقة. نعم. بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة. نعم. اعتبارا المطلع العام التي كانت قررت طبعا هي موزعة على الفئات جميعها، سواء الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة بالنسبة. نعم. مختلفة، وأيضا بالنسبة للوظائف. نعم. المهنية ووظائف حسب نظام رتب المعلمين، وأيضا الزيادات المقررة لإخواننا في الجهاز العسكري اللي إحنا حقيقة يعني دائما عاجزين عن شكرهم على الجهود العظيمة التي يبذلونها لحماية الوطن. وبالتالي. نعم. إن شاء الله الدوائر كلها تقوم من خلال لجان الموارد البشرية. نعم. اعتبارا من مطلع القام ومجرد ما أنه يصدر يعني يتم الـ نعم. إصدار القرارات الخاصة بالتعامل مع إجراءات صرف الرواتب، سواء يعني طبعا هو تصدر قرارات حسب ما يكون مراحل تشريعية لإصدار قانون. نعم دكتور، بما أنك تحدثت عن الرواتب، هذه الزيادات وهذه العلوات قديش رح تشكل نسبتها بالزيادة على راتب الموظف؟ هي بتتراوح تختلف 6 حسب الراتب الأساسي للموظف. يعني نعم. لما نتحدث احنا عن بعض الوظائف هي تعرفي اعتمدت الزيادات وحسب توجيهات جلالة الملك ربطها بالأداء، وبالتالي هل هناك نسبة يعني مثلا حد أدنى لهذه الزيادة؟ هي بالنسبة للوظائف اللي حكينا اللي تم اعتمادها ضمن المسارات المهنية تبدأ ب 35%، يعني نأخذ احنا وظائف. نعم. المهنية جميعها دون استثناء بتبدأ ب 135، وخصوصا اللي يتم التعيين فيها بالدرجة السابعة، اللي في الدرجة السادسة 145، الأطباء 160. نعم. الأطباء الأسنان 150، وتتصاعد حسب الرتبة المهنية. نعم. إلى أن تصل إلى رتبة المستشار أو المعلم الخبير وهكذا بنسب. نعم. عالية غير مسبوقة، يعني إحنا نتحدث في الأطباء الأسنان 255، نتحدث يعني الوظائف طبعا بالنسبة لبقية الوظائف حسب الراتب الأساسي، لكن أنا بدي أشير أنه كان هناك يعني وأكد عليه دولة الرئيس فيما يتعلق أنه تكون هذه الزيادات كما أرادها سيدنا مربوطة أيضا بمستوى وكفاءة أداء الجهاز الحكومي. نعم. حقيقة لما صدر القرار بإيقافها في 16/4 في ضوء
برنامج الحكومة للتعامل مع الجائحة كان هذا لقى حقيقة يعني تأييد من كل الجهاز الحكومي، لأنه هذا جزء بسيط نعم. من ما نقوم به إحنا ضمن التزامنا الوطني في التعامل مع هذه الجائحة نعم. التي ندعو الله أنه يزيل هذه الغمة بسرعة الممكن. نعم إن شاء الله نعم دكتور، أيضا في هناك كان توجه حكومي إلى تقييم الموظفين، هل هذا أيضا سيخضع إلى تقييم الموظفين أم بعيدا عن التقييم هناك علاوات أخرى؟ لا هو 100% احنا الان امبارح كنا نناقش احنا مع معالي وزير تطوير المؤسسي نعم. فيما يتعلق في تعليمات منح المكافآت الجديده نعم. كل من سيعين يعني باعتبار من 2020 سيخضع لآليه جديده في التعامل مع مكافآت نعم. وحوافزهم، ستكون مربوطه مباشره وحسب ما اشار الى نظام الخدمه ستكون مربوطه مع تقييم ادائه نعم. ستكون نعم. عمليات التعامل مع المكافآت والحوافز بالشكل التقليدي أن تكون جزء يعني مع الراتب، وإنما مربوطة ومقرونة بأداء، والأداء سيكون أيضا مربوط نعم. مع الأداء المؤسسي، بحيث أنه تكون مخرجات رضا المواطنين ومتلقي الخدمة هي الأساس في تقييم الدائرة أو المؤسسة وبالتالي تقييم الموظفين. لذلك لما الحكومة لما أوجدت منصة حكومتي بخدمة المواطن، مجرد ما يخرج من الدائرة يستطيع أن يعبر من خلال هذه المنصة اللي تطلع عليها دولة الرئيس نعم. والوزراء المعنيين، ويقيم درجة رضا أو عدم رضا أو إذا في عنده أي ملاحظة، وبالتالي هذه ستكون إحدى الأدوات لقياس المؤسسة وبالتالي أداء موظفينها، وأيضا الأساليب الأخرى المتسوق الخفي نعم. الزيارات الميدانية والمستحاضة فيها الأجهزة الرقابية نعم. كل هذا سيكون ينعكس على دائرة أكيد طبعا في الحال. نعم دكتور سامح، بخصوص رتب المعلمين هل ستكون أيضا مشمولة بالزيادات والعلوات، وما هي الإجراءات بهذا الشأن تحديدا؟ يعني احنا كمان نعرف كان هناك في اتفاقية ما بين الحكومة ونقابة المعلمين، وتم اعتماد زيادات حسب نظام رتب المعلمين اللي بمناسبة يعني كان تم إقراره خلال فترة التعامل مع الوظائف المهنية في النقابات الأخرى، لكنه هو صدر بشكل مبكر قليلا، لكن كانت نفس الآلية اللي كان متبعها مجلس النقباء، لأنه كان في ترتيبات نعم. مسبقة لهذا الجانب، وبالتالي هي مربوطة برتب المعلمين وسيطبق عليها ما سيطبق على بقية العلاوات حسب ما تم الاتفاق عليه. أيضا دكتور بخصوص حزمة الأمان الاجتماعي، هل هناك توسع بتخطيطها والحديث عنها؟ يعني حقيقة هذه برضو من القضايا المهمة واللي أكد عليها حقيقة في البند 3 من بلاغ الموازنة لسنة 2020-2015 نعم. أشار بشكل واضح إلى تعزيز تطوير شبكة الأمان الاجتماعي، طبعا التركيز على ربطها مع منظومة التعليم والصحة والعمل نعم. وهنا كان في حقيقة إشارة واضحة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التعليم نعم. التكميلي والتركيز على شمول 35 ألف أسرة جديدة بهذا البرنامج. طبعا كل هذا من منظومة حقيقة التكافل الاجتماعي ودعم صندوق المعونة الوطنية نعم. وبالتالي هذه كلها يعني إذا بنلاحظ ضمن الأولويات اللي إجت حقيقة في الموازنة ثلاث قضايا أساسية، اللي هو التركيز على مكافحة ومعالجة يعني احتواء أزمة كورونا نعم. وأيضا عدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية، وثالثا زي ما تفضلتي اللي هو تطوير وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي نعم. عطفت الدكتور سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية، شكرا لحضرتك وعلى هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا.